ولسه اغلب الناس على السوشيال ميديا بيتهيألي بيتكلموا على بند التعليم، امتحانات الثانويه العامه والجداول وكل التفاصيل، وخاصه التفاصيل الخاصه بالامتحانات. الحقيقه انه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربيه والتعليم لشؤون المعلمين وطبعا نائب رئيس امتحانات الثانويه العامه قال انه هيتم اعداد مواصفات البابل شيت وكمان ضوابط الاجابه في الكراسه الخاصه بالبابل شيت لامتحانات الثانويه العامه. ووضح كمان انه هيتم الاعلان ان شاء الله عن مواصفات وضوابط وآلية الإجابة عن الأسئلة في البابل شيت للامتحان التجريبي للثانوية العامة، وهيعقد إن شاء الله يوم 21 يونيو، ويتم كمان وضع تعليمات خاصة بالإجابة عن الأسئلة هتكون كده في ظهر كراسة البابل شيت للامتحان التجريبي، والطالب بيجيب عليها ولازم يعني يطلع عليها بشكل جيد. ايضا في نقطه مهمه اشار لها نائب رئيس الامتحانات الى انه هيتم تدريب الطلبه على فكره البابل شيت دي في الامتحان، وفكره اليه الاجابه والقلم اللي بيستخدم في الحل وكل التفاصيل الخاصه بهذا الامر. طيب